ياسر بلوشي أول فتاة سعودية تدخل مجال التحكيم في الدراجات الهوائية، حتحكي لنا عن بداياتها ومتى انطلقت وإلى أين أصبحت أول حكم سعودي في رياضة الدراجات. أرحب بضيفتي من الدمام ياسر بلوشي، أهلا وسهلا فيك ياسر. أهلا، هلا والله. أهلا فيك ياسر. أنت انطلقت من عالم الدراجات الهوائية أولا ولا كانت لك مشاركات رياضية سابقة؟ اي انا يعني مره احب كثير رياضات، واحب يعني انا العب بولينج مع الاتحاد السعودي للبولينج، وجربت رياضه الهايكينج، ورحت طواف اوروبا مع اختي فاطمه البلوشي في رياضه السايكلينج، وبعدين حبيت السايكلينج وكملت عليه. ما شاء الله عليك يا ياسر. طب خلينا نتكلم شويه عن الفريق، كيف تاسس ومتى وكيف، يعني هل انت تشاركي مع فريق معين او لا؟ ايوه انا مع فريق هالرايد. طبعا هذا الفريق اسسه اختي، مؤسسه فريق فاطمه بلوشي. اول شيء هي بدايتها راحت طواف اوروبا الجي بي اي قبل سنتين. اوكي تفضل ياسا. يعني حلو انه البنت كالعادة. السعوديه يعني في زي ما كنا بنقول، ولا زلنا وسنظل نقول انه في اشياء ما كانت متوقعه انه البنت السعوديه ممكن انها تدخل فيها او تبرع فيها او تنجح فيها لظروف او معينه، بس يعني في شوفي هو حنحكي شوي بس لما ترجع لنا ياسا. انا احب الهايكنج، يعني هي ذكرت حاجه نقطه ضعف، انا مره احب الهايكنج، والله جالسه افكر اصير اول حكم هايكنج. ليلى بس ما اقدر احكم الا اذا سويت لهم مسابقات مين يركض اكبر. بس الجبال ما يقدرون يركضون. فحلو، كثير حلو الرياضات هذه. اول شيء رياضات جديده على المملكه، صح، الناس كثير متشوقين ومتعطشين لمثل هذه الرياضات. حلو لما يكون في فرق منظمه ويعني وناس ثقه انت تقدري تروحي معهم، مدربين مؤهلين، فعشان كذا حلو الواحد يرتاح. هي البسكليتات الدراجات الهوائيه حلو، بس يعني انا من جد هذاك اليوم يعني ولدي يبغى يركب بسكليته، ما في لسه. غزل انت من لما قلتي بسكليته وانا والله ايوه بسكليته. طيب ايش تبغوني اقول؟ دراجه هوائيه غير بسكليته. سيكل. سيكل. طيب سيكل. طيب ما في اماكن مخصصه للناس اللي حابين يركبوا السيكل في الشارع؟ يعني مو مثلا زي في لندن او مثلا في اوروبا، دائما هم عندهم اللي يكونوا راكبين الدراجه الهوائيه لهم اولويه زيهم زي اللي مثلا يكون عندهم سيارات. كاني شفتي غزل بواحد من الشوارع عاملين للي ماشيين بسياكل، بس ماني متاكده وين بالضبط، بس هنا بالرياض موجود. وعموما انت ما تقدر تركب السيكل في الرياض الا فتره الشتاء، تعالي شوفي في الصيف لو ركبت السيكل. شوفي المشكله مو هنا، المشكله انا ما اعرف اركب الا سيكل ابو ثلاث كفرات. ابو ثلاث اللي ابو اربعه. ايش ابو ثلاثه كمان؟ واحد سيكل مش اي. طيب حتى واحد من قدام واحد من ورا اثنين من الجوانب، كيف لا يعني لا 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 تعرف تركب اي واحد اللي هو الكبير. الكبير ما شاء الله. شفتي كيف حق الاطفال اللي اول ما بنتك تكبر تجيب بس يجيب الحجم الاكبر. اي ما اعرف ذاك الطويل، احس اني بطيء. امشي على رجولك احسن يا رنده، بلاش. لا والله تعرف المشكله ايش؟ المشكله ما راح احب هذا مجهود. ما لقيت والله، ما لقيت. ما حتلاقي لانه هذا حق تمشيات، هذا مثلا تكون على كورنيش، تكوني في حديقه. مو ما لقيت احد يدربني كمان السكت يدربك عليه. اطيح ما اقدر اتوازن. يركب لك الكفرين الصغار اللي ما هذه انا قلت تمويه. اجيب احد مره كويس يركب لي ذا الكفرين عشان امشي عليهن انه اجسس. هو يعني انا اتمنى انه احنا نلاقي مكان مخصص صحيح. للرياضه دي. يعني انا مثلا لو ابغى ارسل ابني مثلا عمره 10 12 سنه، اخاف انه انا مثلا ارسله في مكان ممكن السياره تعدي او ممكن كذا، ما هو سيفتي. فيا ريت انه من جد لو احنا نبغى نعزز الرياضه دي او نخليها مثلا ظاهره، وهي حتكون ظاهره حلوه، انه نوفر اماكن كويسه ليهم، خصوصا انه مو كل اللي حيركبوا السياكل بيكونوا كبار، ممكن يكون في اطفال. اللي قالت عليه رنده قبل شوي هو صح، من الطرق المعبده اللي معموله للسياكل تحديدا، حتى الطريق يكون ربر صحيح. حتى يعني ما يكون ياثر. هذه واحده اتوقع هي موجوده هنا صح قريب من الممشى، لكن الطريق العام للواحد ممكن يستعمله صح لسه ما وصلنا، وللاسف انه احنا عندنا حتى الارصفه ما تخدم وتساعد انه الواحد لا يمشي فيه ولا يمشي به عن طريق اي نوع من انواع النقل، او مثلا بنقول عن السياكل او السكوتر او غيرها صحيح. لكن من المعروف انه في فتره قريبه جدا راح يكون في ممشى معين
للسياكل وهذه الانواع من النقل بدل ما نقعد نستعمل السيارات طول الوقت. وفي بلان يمكن مر علينا ايش اللي راح يصير ان شاء الله في الرياض انه في حدائق كبيره واماكن مخصصه انك انت مثلا تمشي فيها او تستخدمي السياكل فيها بكل اريحيه، يمكن حتى كمان حتكون يعني تخطيط الطرق والامن الامن الطرق يعني قاعدين بيشتغلوا على نيو فيجن او رؤيه جديده لهذه المواصلات او طرق المواصلات. هو الطريق اللي انت ورندا بتقول عنه موجود، بس موجود انا لما ابغى اروح احشيل السيكل حقي في السياره صح ايوه وانزل السيكل حقي من السياره عشان اركب اخذ لفه في السيكل للناس اللي تحب عرفتي يعني لازم يكون بالغ طويل. في جروبات كثيره يعني صحيح. معروفين بالدراجات هذه الهوائيه وكثير نسمع عنهم ويطلعوا جروبات مع بعض في اماكن محدده، بس هذول كبار في السن يعني مو زي عمر خلود الله يحفظه. انا ابغى حاجه انه لي يعني خصوصا هو حاب الحمد لله انه في رياضه يعني شويه اتقبلها قبل انه هو مثلا انه ايوه اوكي اركب سيكل وكذا، بس انه ماني لقيت له صراحه مكان انه هو ينطلق وياخذ حريته. في فرق زي ما ذكرت رؤى، في فرق كثير ممكن يطلعوا جروبات ممكن انهم يحددوا اماكن للاطفال احنا ما نعرفها، احنا دائما نشوفهم جروبات وكبار زي ما ذكرتي، بس انه لا ممكن تلقين اساليهم. في فرق تطوعيه مش تطوعيه، فرق دراجتي، فريق مدري ايش، فرق مره كثير حلوين. هو حلو انه بدات الرياضه الان تتحسن عندنا تتطور، في رياضات يمكن كانت من اول مهمشه خلينا نقول، الان بداوا مع الوعي اللي صار مع انه في ناس كثير يبغوا يخلوا الرياضه عندهم تكون لايف ستايل. حلو انك مثلا تصحى الصباح، انا نفسي اصحى الصباح يا جماعه والله ما تدري ايش سويت انا اليوم. خليني انا اجلس اقول لكم، الناس اللي يصحوا الصباح ويكون كده في قدامه صينيه فيها كروسون فيها عصير برتقال، يصحى يقرا الجريده، بعدين ممكن يروح يعمل رياضه، اذا سبح اذا ركب بسكليته ركب بسكليته، هذول كيف يصحوا؟ كيف يا غزل؟ خليني اقول لك، انت يا غزل تحضرين افلام مره كثير ويعني وعايشه على الافلام، احنا عندنا قهوه عربي وتمر وقشطه وبعدها تبطحي وتسدحي. لا 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 اول لازم. يوم اروح الصباح الجيم حسيت انه مره غير عن الليل، بعد اروح بعد الدوام. بس اليوم رحت الصباح حسيت انه يومي طويل وعندي ساعات اضافيه في ال 24 ساعه، فكويس الواحد يستغل وقت النهار. اكيد اكيد. طيب نحن نرجع مرة ثانية، تنضم معنا ياسا البلوشي من الدمام، أهلا وسهلا فيك من جديد ياسا. هلا والله. هلا وسهلا ياسا، كانت زميلتي رؤى بتسألك أنت كنت بتشاركي في فريق معين ومتى وكيف أتأسس هذا الفريق؟ أيوة، فريق هالرايد تأسس قبل سنة تقريبا لما أختي فاطمة البلوشي هي مؤسسة الفريق. أول شيء هي اشتركت في طواف أوروبا جي بي اي، نطوف بالسيكل ثلاث مدن في اوروبا. اول شيء هي اشتركت قبل سنتين اوكي، وبعدين راحت لحالها، وبعدين يوم رجعت قررت انها تاسس فريق، وبحكم انها اختي وكذا يعني دائما الاخت تشجع اختها والفاميلي دائما عرفتوا يعني يكونون مره سبورتيف، شجعتني اني اكون معاها في الفريق واشتركت في الفريق ورحت العام طواف اوروبا. وكنا جروب اوف اربع بنات، وبعدين يوم رجعت صرت مره يعني عندي حب السايكلينج. طبعا السايكلينج يعني بديت من وانا صغيره، بس يوم كنت صغيره طبعا ما كنت اعرف اركب سايكل كويس، بس كنت اركب تذكرون الدعامات قبل زي رندا اللي يركبون سيكل بدعمتين. توني اللي يعني فترة مو مرة بعيدة، يمكن خمس ست سنوات اللي عرفت أركب سيكل، فأقول حق كل البنات اللي يقولون إحنا ما نقدر ولا إحنا مرة متأخرين ولا ما في شيء اسمه متأخرين، الحين هذه فرصتكم، هذا وقتكم، فيو كان دو إت يعني. والله يا ياسا يعني أنا حاولت أني أركب سيكل، كل ما ركبت سيكل أطيح، فقررت أنه أنا أركب السياكل حقة الأطفال اللي فيها دعامات مرة كبار من ورا عشان يعني ما يختل توازني. فاللي جالس يصير معاي مرة معاناة يا ياسا. بس أبغى أسألك ياسا، كيف دخلتي مجال التحكيم وليش اخترتي التحكيم بالذات؟ شوفي انا من كنت صغيره دائما كانوا لما العب مع ماي كوزنز دائما كانوا يحطوني حكم، فما ادري يمكن تقولين عندي خبره في التحكيم. لا بس في الاتحاد السعودي للدراجات كان مره سبورتيف، ومع معهد اتفق مع معهد اعداد القاده انه يسوي دوره تحكيم. نعم. الدوره كانت مجانيه مفتوحه حق كل احد، وانا رحت طبعا من الشرقيه، رحت قعدت في الرياض، الدوره كانت مده اسبوع،
وكان حتى السكن على الاتحاد السعودي فما قصروا معانا. فالحين وقت البنات السعوديات انهم يطلعون اي رياضة يحبونها يشاركون فيها. فشاركت في هذه الدورة، وكان في اختبار، والاختبار ما كان سهل، كان اختبار 4 صفحات، درست له مرة كويس والحمد لله نجحت في الاختبار وصرت حكم مستجد. يا سلام عليك يا أسا. طبعا تم ترشيح اسمك في أول بطولة تكون من بين حكام يعني حكامها امرأة سعودية، كلمينا عن هذا التكليف. صراحة مرة فخورة وسعيدة بشكل مو طبيعي. الحكام كانوا مرة سبورتيف، كل الحكام، وبالعكس رحبوا فيني وأعلنوا أن معانا اليوم أول حكم سعودية في هذه البطولة. وكنت مع رئيس هيئة التحكيم عز حكم مساعد. في البداية طبعا كيف نظام التحكيم؟ نظام التحكيم في السايكلينج طبعا يفرق مرة غير. في كذا نوع حكم، في رئيس هيئة التحكيم، في حكم أول، حكم ثاني، حكم ميقاتي، حكم وصول. طبعا رئيس هيئة التحكيم هو يكون خلف أول كوكبة يسمونها، أول كوكبة اللي يكونون التوب، يعني توب 5، توب 7، أول ناس اللي يكونون في بداية السباق يكون وراهم سيارة فيها رئيس هيئة التحكيم. طبعا لازم تتسجل أرقامهم وكذا عشان ما ينظلم أحد. وعندنا بعد الحكم الميقاتي يشوف يسجل كم كل جولة ياخذونها كم وقتها، وحكم الوصول هو اللي يسجل إذا وصلوا المتسابقين. فكان مرة حلوة الأجواء، وأجواء السباق كانت مرة حماس، وتشوفون المتسابقين كيف متحمسين وكذا. فأنا مرة متحمسة إن شاء الله نشوف بعد سباقات نسائية وأحكم فيها. أكيد ياسا، أنا كنت أبغاك تكلميني كذا في السريع عن دور الاتحاد السعودي للدراجات الهوائية، إيش بيسوي، إيش بيقدم، فين مثلا الإعلانات أو الدعايات إن هم موجودين وبيستقطبوا الفتيات السعوديات أو حتى الشباب السعوديين. الاتحاد السعودي نظم بين فترة وفترة دائما سباقات. في يعني آخر مرة سوى سباق حق الهواء في الخبر، كل أحد ممكن يشارك فيه. وبعد في سباقات صارت حق النساء، بس السباقات لسه يعني قاعدين يشتغلون عليها حق هذه السنة. بس الاتحاد يعني دائما يسوي دورات، يعني سوى دورة مدربين مجانية، دورة حكام مجانية، دائما يحاول يساعد الناس كلهم اللي يحبون رياضة السايكلينج ويدعمونهم. أكيد ياسا البلوشي، أول حكم سعودي في رياضة الدراجات الهوائية، شكرا جزيلا لك. إيش رأيكم بنات، متحمسين تبي تصيري حكم ولا تبي تصيري قائدة بسكليتة؟ لا أنا يكفي أني أدخل هذه البطولة كمتسابقة. بصراحة أنا أحب السايكلينج مرة، ومن الرياضات اللي تكون مفضلة عندي لما يكون الجو طبعا زين وكويس. يمكن من الأشياء اللي كنت حابة أني أذكرها قبل شوي أول ما بدأنا نتكلم في هذا الموضوع، لما كنا نتكلم عن أنه كل مرة بنشوف أسماء السيدات والبنات قاعدة تسجل في المجال الرياضي تحديدا. صحيح. بما أنه أصلا هو مجال جديد علينا، يمكن صار له سنة أو سنتين ماكسيمم، فحلو أنه بسم الله قادرين نواكب وقاعدين نسجل أسماء بسرعة. سمعنا في الراليات وفي الفورمولا، وكمان الحين في الدراجات الهوائيه، وفي انواع كثير مختلفه في الرياضات. فهذا من الاشياء اللي احس فيها بصراحه بسعاده. دائما نقول المراه السعوديه مبدعه ومميزه. اذا سالتيني انه بشارك او لا، لا ما راح اشارك راح اكون دعم الرؤى لما تروح اشوفها في المدرج وتقعد ان شاء الله باذن الله كذا تشجعني. انا كمان حادمك، لان انا برضو ما اعرف يعني اسوق. احنا نجيب ابو ثلاثه ذاك ونجلس نتسابق فيه. نطلع فاصل مشاهدين، فاصل رجع لكم من جديد. تتابعينا.